السلام عليكم، انا اديب سليكي، دائما معكم من المعرض الدولي للفلاحه في مدينه بكناس اللي كتنظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. اليوم حنا ضيوف عند لادا اللي هي وكاله التنميه الفلاحيه. اشنو هو الدور ديالها وكيفاش كتشرف على واحد من الاقطاب ديال هذا المعرض اللي هو القطب ديال المنتوجات المحليه؟ هذا الشيء كله غنتعرفوا عليه من خلال لقاء غير معنا بسي المهدي الريفي اللي هو مدير وكاله التنميه الفلاحيه. خليكم معنا. اهلا وسهلا سي ريفي. اهلا وسهلا سيدي، سعداء جدا في هذا الفضاء الكبير. بارك الله فيك. اللي فيه كل جهات المغرب مثل لي برودوي اللي هما تيغواغ اللي هما المنتوجات المحليه. بدايه نبداو من الباب الكبيره، 16 عام دابا في عمر المعرض، شنو الجديد ديال الضواء وكيفاش كيجيك التطور ديال هذا المعرض هذا؟ اولا شكرا على الاستضافه سي اديب. هاد النسخة 16 ديال الملتقى الدولي للفلاحة المغرب في كناس هاد العام، يعني فيه مجموعة الأمور اللي جديدة. أولا أن حتى الشعار ديال الملتقى واللي كيهم أساسا يعني التنمية ديال واحد الفلاحة مرينة غيزيليون، يعني التحديات الراهنة وخاصة التحديات المناخية، فكنشوفوا أن في هذا المعرض حاضرين يعني شفنا التكنولوجيات الجديده ديال الفلاحه وخاصه الفلاحه الرقميه اللي ممكن يعني تكون واحد الحل من الحلول اللي ممكن نجيبوا للتنميه الفلاحه في بلادنا في ظل هذه المتغيرات هذه المناخيه، وكذلك حتى المتغيرات ديال الدوليه وخاصه السوق الدوليه وغير ذلك. كذلك هذا الدوره هذه كتشهد حضور قوي ديال التعاونيات ديالنا وديال المنتوجات المجاليه، بحيث ان عندنا واحد يعني واحد الرواق كبير كما شفتوا ديال المنتوجات المحليه اللي ضعف الرواقه اللي كانت كتكون في السنوات اللي فاتت، واحد الرقم قياسي للعارضين، اكثر من 500 عارض، وهذا الحمد لله كيدل على هذا، يعني كيبرهن على النجاح ديال السياسات الفلاحيه في هاد 15 عام الاخيره، يعني بدايه مخطط المغرب الاخضر. احنا كنشوفوا اليوم النتائج الحمد لله اللي كيتسارى هنا في هذا الرواق هذا، كيشوف الخيرات ديال المنتوجات ذات جوده عاليه، وكيشوف يعني حتى المراه القرويه والفلاح الصغير وهذا كيفاش ان الامور عنده تحسنات بشكل كبير، يعني ونعكس ديك الشيء بشكل ايجابي على المعيش اليومي ديالو على المدخول اليومي ديالو. كنعرفوا ان وكاله التنميه الفلاحيه عندها حضور قوي طيله الدورات هذه، وكنعرفوا انها يعني حاضره في مجموعه ديال الاروقه من غير الرواق ديال المنتوجات المحليه. نعم. فعلا فحنا بالنظر للمهام ديالنا كوكاله التنميه الفلاحيه، كتعرفوا بلي ان وكاله التنميه الفلاحيه لادا خلقت في 2009 يعني مع اطلاق مخطط المغرب الاخضر، وكان ديك الساعه يعني كان جات في اطار الاصلاح المؤسساتي اللي كان غيواكب وغيرافق التنزيل ديال مخطط المغرب الاخضر انذاك اللي كان طلقوا سيدنا الله ينصرو في 2008. وكان السيد وزير الفلاحه انذاك السي عزيز خنوش يعني كانت بالحكمه ديالو انه شاف بلي انه يجب ارساء وخلق واحد المؤسسه اللي عندها واحد الطابع جديد، طابع مهني يعني، وطابع انه يكون تكون يد يعني كما كنقولوا ان بغا ارمي ديال الوزاره في تنزيل وتنفيذ استراتيجيه مخطط المغرب الاخضر. ولذلك فكان انيطت بالوكاله انذاك مجموعه ديال المهام الاستراتيجيه، وخاصه يعني تشجيع الاستثمار عبر خاصه يعني تعبئه الاراضي الفلاحيه في ملك الدوله الخاص، وانجاز يعني شراكات مع القطاع الخاص يعني على لاجل انجاز مشاريع رائده في التنميه الفلاحيه وفي عصرنه القطاع الفلاحي. كذلك يعني الوكاله انيطت بها مسؤوليه الفلاحه التضامنيه، النهوض بالفلاحه التضامنيه. الفلاحه التضامنيه كتعرفوه بان
كتهم اولا الفلاح الصغير والمراه القرويه، وكتهم المناطق الهشه في بلادنا بحال مناطق الدوحات، مناطق الجبال، المناطق الجافه والشبه الجافه. وفي هذا الاطار يعني كانت انجازات كبيره جدا في هذه الفلاحه التضامنيه. كذلك يعني الوكاله قامت بالمهام ديال التجميع الفلاحي ومازال الى يومنا هذا. والتجميع الفلاحي هو من الحلول الكبيره بزاف للاشكالات اللي كتعاني منها الفلاحه ديالنا في المغرب، خاصه اشكاليه العقار، اشكاليه التمويل، اشكاليه التسويق الى غير ذلك. المنتجات المحليه كذلك والتسويق ديالها كانت من المهام اللي تعطات وكاله التنميه الفلاحيه الى يومنا هذا. علاش؟ لانه يعني الانتاج وتحسين الجوده وهذا ما كيبقى محدود الى ما كانش التسويق. فبالتالي الرؤيه هي هذه، انه التسويق هو اللي غيجر معاه يعني ويطور التعاونيات ويطور يعني الجوده ديالهم والعمل ديالهم. انيطت بوكاله التنميه الفلاحيه كذلك المهام ديال التمويل والمهام ديال جلب المستثمرين وجلب الممولين والممولين وخاصه المانحين الدوليين. حتى ان كتعرفوا بان الوكاله بوحدها في خلال المخطط المغربي الاخضر استطاعت انها تجيب اكثر من 4.6 مليار ديال الدرهم، منها 760 مليون درهم على شكل هبات. وكاله التنميه الفلاحيه هي وكاله معتمده لدى الصندوق الاخضر للمناخ ودارت مشاريع رائده وتعتبر حاليا من احسن الوكالات المعتمده على الصعيد العالمي، وهذا بقول يعني صندوق الاخضر للمناخ. وهي معتمده كذلك لدى صندوق التكيف المناخي اللي كاين في واشنطن. وحتى هذا يعني هذا الاعتماد جابنا يعني حاليا يعني كاين جوج مشاريع كبيره ديال الاركان ديال غرس الاركان في المناطق ديال الاركان، استصلاح الواحات وخاصه الواحات ديال التفيلات الى غير ذلك. كذلك يعني الوكاله ديالنا كتنشط بقوه في مجال الفلاحه المستدامه، الفلاحه يعني المرنه المقاومه للتغيرات المناخيه. وهنا يعني انجزنا عده مشاريع مع الشركاء ديالنا، زيادتنا على الصندوق الاخضر للمناخ ولا صندوق التكيف، هناك البنك الدولي، هناك لوفيدا يعني الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، هناك الوكاله الفرنسيه للتنميه، هناك الصندوق ديال البيئه العالمي الى غير ذلك. فمن خلال هذا الشيء يعني اللي قلت لكم ف يعني كيبان لكم بان الوكاله كان هناك يعني رؤيه استراتيجيه في الخلق ديالها، واللي اليوم الحمد لله من بعد اولا يعني انقضاء مخطط المغرب الاخضر في 2020 درنا تقييم ويعني وبان الدور الكبير اللي لعبته الوكاله لا في جميع هذه المجالات، لا في الفلاحه العصريه ولا التضامنيه ولا في جلب الاستثمار ولا في هذا الشيء المنتوجات المجانيه ولا الفلاحه المستدامه. ربما هذا ما يفسر التواجد ديالها في كل اروقه يعني فعلا. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم يعني احنا اليوم كنستمروا بقوه اكثر مع التجربه اللي راكبنا وركبت الاطر ديال وكاله التنميه الفلاحيه، كنستمروا بقوه في تنزيل استراتيجيات الجيل الاخضر. وهذا الشيء كله كما قلت لك، هذا الشيء الوكاله راه ما كتخدمش بوحدها، هي الوكاله هي مكون من مكونات وزاره الفلاحه وكدير خدمتها بتنسيق كبير مع الوزاره، مع يعني المديريه التابعه للوزاره وخاصه المديريه الجهويه للفلاحه اللي هي اللي كتنفذ في الميدان وهي اللي كتشتغل في الميدان. كذلك مع المؤسسات الاخرى بحال لونكا، بحال لونسا، بحال يعني موروكو فودكس، يعني مجموعه ديال لونزوا كذلك، يعني عندنا علاقات وثيقه وعلاقات قويه. وهذه المهام الكبيره المنوطه بالوكاله ديالنا كيجعلها كتكون عندها واحد الدور اساسي في المرتقى الدولي للفلاحه ديال المكناس. فدوره بعد دوره كيكون الحضور ديالنا غني، الحضور ديالنا متنوع وقوي. فمثلا هذه السنه كما تفضلتوا السي ادي بوغلتو، يعني عندنا هذا القطب الكبير اللي نظمنا واللي كنظموا حاليا ديال المنتوجات المحليه، والحمد لله زعما واحد النجاح باهر اللي كما قلت لك هذا الفروي، هذا الثمار ديال المخطط المغرب الاخضر وديال الاستراتيجيه الحاليه. كذلك كنشاركوا في الفضاء المؤسساتي ديال الوزاره اللي هو فضاء كبير، وهنايا كنتواجدوا في فضاء يعني التمويل والاستثمار، فضاء المقاوله الفلاحيه، فضاء يعني الفلاحه المستدامه، فضاء سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي في اطار الفلاحه التضامنيه، الفضاء ديال التجميع الفلاحي، ديال التعاونيات، ديال التسويق. فكل يعني وهذا كيبين يعني الغفلات هذه المهام المنوطه بنا.
وإلا تواجدنا في هذه الفضاءات بمعية المؤسسات الأخرين ديال الوزارة ومعية المديرية المركزية والجهوية، فهذا هو اللي كيدل على التنسيق، لأن احنا عندنا واحد الدور كبير، واحد يعني واحد المسؤولية كبيرة في التنسيق بين المكونات الوزارة باش ننزلوا المشاريع ديال الاستراتيجية الفلاحية ديالنا. كذلك عندنا مشاركة فعالة في هذه الدورة في الندوات ويعني البرنامج العلمي، حيث ان احنا نظمنا في هذه الايام جوج ندوات على لونتربرونيا دي جون، على المقاوله ورياده الاعمال الشبابيه في العالم القروي والنسائيه كذلك. نظمنا الندوه الاولى بشراكه مع القرض الفلاحي للمغرب والجمعيه العالميه ديال انيشيتيف كليما اللي كتنشط على المستوى العالمي وعلى خاصه على صعيد افريقيا. الندوه الثانيه نظمناها يعني مشاركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومع الاتحاد الأوروبي حول يعني المقاولة الفلاحية، وخاصة الاستثمار في يعني في الانوفيشن في الابتكار ديال حلول ديال الفلاحة الذكية مناخيا مع التغيرات المناخية. وهذا كذلك مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية قمنا بإطلاق يعني طلب إبداء الاهتمام نابيل مانيفيستاسيون دانتيغي حول مشاريع ديال الفلاحه الايكولوجيه، وهذا داخل في واحد البرنامج اللي كتمولوا هاد جوج ديال المؤسسات الدوليه زياده مع البنك الدولي، وهو من بين البرامج الاساسيه ديال السوتيان ديال لا جينيراسيون غري. وهذا يعني الفلاحه الايكولوجيه هذا البرنامج ان شاء الله غادي تشرف عليه وكاله التنميه الفلاحيه بمعيه الشركاء الاخرين المؤسساتيين. ربما يعني هذا سوف يأخذنا الحديث على اتفاقيات مهمة تم التوقيع عليها يعني في هذه الدورة. هذه شفناك حاضر سواء مع القطاع الخاص سواء مع القطاع العام سواء مع الصناديق الاستثمارية، نبغينا نعرفوا يعني هذه الاتفاقيات شنو أول الهدف منها وعلى أي مستويات دارت وطرق تتبع ديالها. فعلا كنشكرك على هذا السؤال لانه مهم. هذه الاتفاقيات اولا كتندرج في اطار المهام الجديده المنوطه بالوكاله في اطار استراتيجيه الجيل الاخضر، حيث انهم البرامج الجديده اللي عندنا حاليا زياده على المهام اللي جات لنا في المخطط المالي الاخضر هي برنامج يعني تشجيع الشباب على المقاوله في العالم القروي، وهذا من المحور الثاني ديال الركيزه الاولى ديال استراتيجيه الجيل الاخضر اللي كتعطي الاولويه للعنصر البشري. فهنا في هذا الاطار يعني احنا كنقلبوا على الحلول وخاصه الحلول التمويليه لمواكبه الشباب القروي والنساء القرويات باش يديروا مقاولات فلاحيه. ففي هذا الاطار هذا وقعنا واحد اتفاقيه شراكه مع واحد المجموعه ازور بارتنرز هي واحد المجموعه اللي كتدبر ثلاثه ديال صناديق استثماريه، من بينهم افولكي فاند، من بينهم ازور انوفيشن، ومن بينهم كذلك نيبيتو فاند. وهذه صناديق استثماريه كتساعد الشباب على الاستثمار وعلى خاصه على الابتكار، وكذلك كتمول مشاريع ديال المستثمرين. وهنا درنا معهم هذه الاتفاقيه باش نمشيو مجموعين ان شاء الله في هذه البرامج ونحققوا الاهداف ديالها. كاينه اتفاقيه ثانيه واللي وقعنا اليوم واللي بيننا وبين البرنامج يعني الانمائي للامم المتحده البنود، وفي نفس الاطار كذلك ان كاين هناك اليات عند البنود وخاصه سكون نابيل لي زاكسيلاغاتور دو بروجي دي جون، وكاين عندهم كذلك اليات تمويليه مع مؤسسات دوليه اخرى اللي ممكن نجيبوا منها التمويل يعني المشاريع ديال الشباب خاصه في الخدمات المرتبطه بالفلاحه واللي ممكن يحققوا بها يعني الاداء. كتعرفوا بلي ان اشكاليه التمويل هي الاشكاليه الكبيره اللي كتواجه الشباب اليوم اللي كيبغي يستثمر، وحنا يعني من بين المهام ديالنا كنعملوا على ايجاد حلول يعني تمويليه. مجموعه من الشباب كيسالوا في هذا الاطار يعني طريقه الولوج لهذا المنح او لهذه التسهيلات الماليه ولهذه التمويلات،
وايضا طريقه التتبع ديال او المواكبه الى بغينا نسميوها ديال المشاريع ديالو. فهنايا عندنا برنامج متكامل، برنامج اللي اليوم كندعو جميع الشباب اللي بغاو يطلعوا على لوفت ولا العرض اللي كتقدم الدوله اليوم وكتقدم وزاره الفلاحه في هذا المجال هذا، انهم يزوروا المنصه الالكترونيه اللي درنا ونجدنا في هذا الاطار هذا، وكتسمى شباب اجري بوان جوف بوان ما. هذا شباب اجري فيها جميع المعلومات. اولا يعني الوزاره طورت واحد العرض اللي فيه عرض تقني حول يعني الخدمات الفلاحيه وحول الاستثمار في الفلاحه عن طريق الاراضي السلاليه اللي سيدنا نادى باش يكون واحد المليون هكتار ديال الاستثمار في الاراضي السلاليه. في هذا الاطار كنخدموا بشراكه وثيقه مع وزاره الداخليه اللي هي الوصايه كتشكل الوصايه القانونيه والاداريه حول الجماعات السلاليه. كذلك هناك الخدمات الفلاحيه وهناك المولوجي للعقار اللي من انظمه اخرى. وفي هذا الاطار هذا يعني كاين هناك عرض ديال المواكبه التقنيه، ولكن هناك عرض مالي كذلك. العرض المالي فيه كل ما هو تمويل ديال الدوله، اعانات ديال الدوله في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، الاعانات اللي كنعرفوا جميع. ولكن هناك اعانات جديده اللي عاد يعني النصوص القانونيه ديالو عاد خرجت في الاسبوع هذا، يعني بدايه هذا الاسبوع تزامنت مع الصيام، واللي هي في الحقيقه مناسبه جميله بزاف باش نعلنوا على هذه المساله، وهي مساعدات خاصه دي سوفونسيون سبيسيفيك اللي غيتعطاو للشباب وغيتعطاو كذلك الجماعات السلاليه ولا ذوي الحقوق اللي كيديروا مشاريع استثماريه حول الاراضي الجماعيه ولا الاراضي السلاليه. وفيها واحد المنحه يعني ديال الاعانه على الكراء، وفيها كذلك منحه ديال الاستثمار، وفيها اعانه جزافيه اخرى زياده على يعني بونيفي. مثلا بحال في النظام العادي الاعانات، الى شريتي تراكتور كتعطيك الدوله 30%، ولكن الى كنتي في هذه البرامج هذه تعطيك 40%، يعني كتزيدك واحد البونيس ديال 10%. وهذا جد مهم. هناك تحفيزات ماليه اخرى ديال الدوله في اطار الفلاحه التضامنيه، حيث ان الجيل الجديد ديال مشاريع الفلاحه التضامنيه ولينا كنديروا فيهم حتى واحد المكون ديال لونتربرونيا ديال الشباب، مقاولات الشباب. كيداروا المشاريع ديال الغرس الفلاحه، كيداروا المشاريع ديال الطرق ديال هذا، ديال وحدات التثمين، ديال السقه، ديال هذا، ولكن في نفس الوقت كنديروا لاولاد الفلاحه مشاريع ديال المقاوله. باش حتى هما يكون عندهم واحد المدخول. نعم، وبقاو مرتبطين بالمشاريع. وبقاو مرتبطين بالارض ديالهم. يعني يساعدوا الاباء ديالهم على ديك المشاريع. وحتى العيالات ديال الفلاحه والشابات ديال هذا كنديروا لهم يعني خدمات ولا انشطه مديره للدخل زجائر. نعم. حتى هما التربيه ديال الدجاج، ديال القنيه، لي برودوي تيغوار، هذو ولاو دابا مشاريع الفلاحه التضامنيه، ولاو مشاريع مندمجه. وهاد المشاريع كتمولها الدوله 100%. نعم. دونك هذيك المشاريع للشباب ديال المقاوله في مشاريع الفلاحه التضامنيه، يعني الدوله كتشري لهم كلش وكتكونهم وكنديروا لهم المواكبه حتى كيبداو يشتغلوا. جميل. والحمد لله اليوم عندنا مشاريع كثيره بزاف. جميل. يعني اكثر من 7000 شاب وشابه اليوم عندهم مشاريع. مشاريع استفدت من هذه البرامج. ولكن زياده على هذا يعني في هذا الموفق فينونسيير، هذه يعني داكشي اللي كيجي من الدوله. وكاين عاوتاني القروض البنكيه وخاصه مع مجموعات القرض الفلاحي اللي اليوم عندها منتوجات ماليه موجهه للشباب والفلاحه الصغار بشروط تفضيليه جدا. جميل. هناك بحال بروغرام، بحال داكشي اللي كان بروغرام انطلاقه. وهذا هناك كذلك كنبحثوا على هبات مع مانحين دوليين، يعني باش يجيبوا لنا تمويلات للشباب اللي كيشتغلوا في الابتكار وفي الخدمات. جميل. لان الابتكار والخدمات هنا يعني صعيب نلقاو ليها تمويل من طرف الدوله، يعني دي سوبونسيون. فكنقلبوا على تمويلات اجنبيه ولا مع المجتمع المدني ولا مع لي فونداسيون. وهذا على اساس انهم يمولوا الشباب. جميل جدا. يعني وانا كنسمع هذه المعطيات يعني كنتذكر يعني فلاحه ما قبل مخطط المغرب الاخضر، كنا كنعتمدوا على فلاحه معيشيه غير منظمه. الان ولينا كنهضروا على فلاحه كتخلق الثروه، كتخلق مناصب الشغل، كتخلق فرص للشباب، كتحارب الهجره من القريه للمدينه. يعني هذا الشيء كله ما يمكن الا نصفقوا ليه ونتمنوا التوفيق ليكم في هذه المهام ديالكم، خاصه هذه الادوار الكبيره والمتعدده والاستراتيجيه اللي كتصرف عليها لدى. هذا شيء مهم. وبغيت نمشي معك لمحور اخر لا سمحتي لي السري فيه، هو مرتبط بالوقت ولات كلها ديجيتال.
وي هذا ورش ديال ديجيتال ورش مهم. بغيت تعطينا صوره عليه كيفاش كتشتغل هذا باش تادابتا مع هاد لي شونجمون اللي كاينين او نيفو ديال الاداره او نيفو ديال البلاد كامله او نيفو ديال العالم اللي ولا كله ديجيتال. شكرا على هذا السؤال سيدي، سؤال مهم حيت انه الديجيتال اليوم يعني هو رافعه من الرافعات الاساسيه في عالم اليوم ديال التنميه في جميع المجالات، ولازم يعني القطاع الفلاحي حتى هو يواكب التطور الرقمي والتطور التكنولوجي في هذا المجال. حنايا في وكاله التنميه الفلاحيه يعني كنساهموا الى جانب المؤسسات يعني المعنيه في وزاره الفلاحه ف يعني تطوير الفلاحه الرقميه. الوغ يعني عندنا اساسا يعني كنشتغلوا في اطار تشجيع رياده الاعمال الشبابيه لونتربرونيا دي جون. عندنا واحد لو فولي خاص في الخدمات على تشجيع المقاولات ولا لي ستارت اب ديال لي جون في ديجيتال. وهاد العمليه بديناها يعني هذه سنتين بواحد المشروع رائد اللي كان سميتو اغريونغ انوفيت. اغريونغ انوفيت اللي كنديروه بشراكه مع مؤسسه يعني مع جامعه محمد السادس متعدده الاختصاصات في بنغري لو ام سي اس بي، وقمنا بالليديسيون الاولى العام اللي فات يعني وكان نجاح باهر حيث انه والله العظيم ما نخفي عليك انه شفنا كيفاش الشباب المغربي عنده واحد القدره رائعه وكبيره على الابتكار وعلى يعني على الاختراع وعلى هذا. كانت هناك يعني واحد الحلول كبيره بزاف، وخاصه اللي عجبني بزاف انه حلول كتاخذ بعين الاعتبار المعطيات الحاليه يعني العوائق الحاليه والاشكاليات ديال المناخ ديال الجفاف ديال الامراض ديال النباتات ديال هذا، وكيفاش انه التكنولوجي دابا ديال النيميريك ممكن يجيبوا لي روبو لا روبوتيك لي درون يعني لي زابليكاسيون ديال اوتوماتيزم ديال لابليكاسيون دي زونغري ديال الدويات ايتترا. كاين مجموعه ديال الاستعمالات في هذا المجال، والحمد لله بعد النجاح ديال ديك لا بروميير اديسيون اشتغلنا يعني جات البنك الدولي وقال لك نزيدو نديرو يعني كان عندنا لا دوزيام اديسيون قالت نشارك معكم. فهذا جابت لنا تمويل وحنا كان عندنا التمويل كذلك، وكان نديرو لا دوزيام اديسيون نيت مع لو ام سي اس بي. وهذا لا دوزيام اديسيون يعني هي واعده جدا اكثر من لا بروميير اديسيون، بحيث انه حتى يعني هذوك لي لوغيا ديال سميتو راه جبناهم هنا للمعرض كاينين باش نعرفوا بهاد لي سوليسيون اللي جابوا ديجيتال وهذا. وبشراكه كذلك حتى مع القطب ديال الفلاحه الرقميه بول ديجيتال اللي عندنا في الوزاره اللي هو الجديد ديال السنه في المعرض اللي هو الجديد ديال السنه، بحيث انه راكم شفتوا لو بول ديال لاكتور ديجيتال هو معمرو كان، واللي هنايا بغيت نهني الوزاره ونهني خاصه لو بول ديجيتال على ديك يعني هذا سي لينوفاسيون سي هذا. وحنا كنساهموا معاهم تما نساهموا معاهم مجموعه ديال الحلول بالنسبه للسيستم دانفورماسيون جيوغرافيك ولا شباب اغري ولا المنصه الالكترونيه ديال تسويق المنتوجات المحليه اللي اليوم اي مواطن ممكن يدخل ديك المنصه ويشري ويتصل بالتعاونيات ويتصل بهذا. وهذا كذلك زياده على العمل دابا اللي كنقوموا به في اطار كما قلت لك هذا الشيء لونتربرونيا دي جون باش نزيدوا نطوروا كذلك الفلاحه الذكيه مناخيا الفلاحه الرقميه الذكيه مناخيا. واللي اليوم عندنا مجموعه ديال ستارت اب اللي كنواكبوهم اللي كيجيبوا حلول للفلاح كيفاش انه مع قله الامطار وقله الماء وقله يعني الموارد انه ممكن يستعمل تكنولوجيا جديده وحلول جديده وينتج اكثر باقل يعني كميه من الموارد الطبيعيه. فالحمد لله يعني احنا عندنا مساهمه الى جانب يعني جميل. العمل اللي كتقوم به الوزاره. اطار علاقتكم بكل هاد الشركاء تبقى يعني الفلاح هو العنصر الاساسي في هذه المعادله كامله. كتقوموا بمجموعه ديال اللقاءات معهم، شفنا اقبال كبير على 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 على, على هذا الفضاء هذا ديال لادا، الناس كيسولوا يعني طرق التواصل مع الفلاح كتعدد، ولكن ربما الاتصال المباشر والزيارات الميدانيه ربما هي اقصر طريق باش يمكن تواصلوا مع الفلاحة ومع التعاونيات بشكل عام اللي كاينين على مستوى الوطن. فعلا فاحنا كما قلتي يعني من اكبر المهام المنوطه بنا زياده على تجاري الاستثمار هو الفلاح الصغير. نعم.
التعاونيات النساء القرويات الشباب القروي عبر هذه البرامج اللي تطرقت ليها ديال لونتربرونير ديال لي برودوي تاوالا ديال سوليدا. ف اولا يعني طورنا هناك اتصالات مباشره كما قلتي هذا طبيعي لان اولا احنا كنخدموا مع المديريه الجهويه الفلاحه مع لون كنكتب وطني استشاره الفلاحيه مع لون زوا في الميدان هما اللي كنخدموا معاهم في الميدان وكنتشاركوا معاهم في الميدان ف يعني حتى هما كيفاسيليتيو لينا اللقاءات بالفلاحه وهما القاعده الخلفيه في الحقيقه ديال العمل اللي كنقوموا به حنايا وهي القاعده الميدانيه. ولكن كذلك هناك طرق تواصل يعني جديده عصريه وخاصه التواصل الرقمي اللي اليوم لا اترافير لو سيت ديالنا دا ولا لي ريزو سوسيو ديالنا اللي عندنا انا لي ريزو سوسيو بحال لا بغيت نعطيك غير فيسبوك راه عندنا اكثر تقريبا نص مليون متتبع مثلا الاغلبيه ديالهم من الفلاحه ومن التعاونيات وهذا. وكذلك يعني عبر المنصات اللي خلقنا ديال الشباب ديال المنصه ديال تسويق المنتوجات المحليه وهذا. وكذلك الباب ديالنا اللي دائما مفتوح حيث انه حتى حنا كن يعني كان على طول وعلى مدار السنه كننظموا لقاءات ترويجيه حملات ترويجيه اللي كيكونوا فيها الفلاحه وكيكونوا فيها يعني التعاونيات باش نروجوا يعني المنتوجات ديالهم في الاسواق التجاريه في المعارض بحال هذا المعرض دابا شفتي يعني الحمد لله كيفاش انايا يعني مع التعاونيات وكيفاش كاين العلاقه مع التعاونيات وهذا الشيء حنا كاين شخصيا وهذا واجب ديالنا كنقوموا به ولكن حتى من الناحيه الانسانيه كيتوجد الصدر. كذلك مع سميتو يعني مع المعارض الدوليه حيت حنا اللي كننظموا المشاركات المغرب التعاونيات مثلا في الشرق الاوسط في ابو ظبي في برلين في مع الناس ديال موروكو فودكس اللي تابعين الوزاره وكذلك في باريس في معرض الدولي الفلاحه في باريس عاد يعني من تما يعني كاين حضور كاين ترويج كاين تواصل دائم كاين الشغال على الفلاح يعني من الانتاج حتى التثمين حتى التسويق. نعم نعم فعلا. وشوف هذه القضيه اللي قلتي سي اديب هي اساسيه لانه هو مخطط المغرب الاخضر من اللي جا وعلاش مخطط المغرب من اسباب النجاح ديالو من بين اسباب النجاح ديالو وهو ان مخطط المغرب الاخضر جاب المقاربه ديال سلسله القيمه يعني من 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 ليكسبلواتاسيون من لابارسيل من الارض حتى للمستهلك. نعم يعني كل شيء هذا لي مايون دو لا شين دو فالور عندك يعني لامو اغريكول العاليه الانتاج وهو الانتاج عندك كذلك يعني كل ما يرتبط بالانتاج المدخلات يعني الموارد وهذا من بعد عندك التثمين لا فالوريزاسيون لا فالوريزاسيون فيها بزاف ديال لي زيتاب تاعي فيها لا بروميير فالوريزاسيون فيها حتى نجيو لا غو اندستري عندك فيها التسويق كذلك يعني قنوات ديال التسويق قنوات فيها التنظيم ديال الفلاحه عبر التجميع الفلاحي عبر التعاونيات هناك فيدراليه البي مهنيه اللي كل سلسله دابا اليوم عندها البرنامج ديالها يعني عندها عقده البرنامج ديالها كونترا بروغرام ديالها اللي فيه الاهداف اللي فيه كيستر لي مويان وهذا هو سبب كبير من اسباب النجاح ديال مخطط المغرب الاخضر اللي حتى اليوم يعني هذه تقريبا هذه السنه السادسه تقريبا ديال الجفاف على التوالي. نعم. ومع ذلك الخير في بلادنا موجود اللي في الوقت اللي مثلا كان كوفيد وكان يعني العالم كامل كان أزمات يعني ازمات ديال الغذاء من الدول المتقدمه كاع في اوروبا المغرب كان يعني استمر الرقم القياسي في التصدير. نعم. يعني وصل حتى 40 مليار ديال الدرهم ولا اكثر صدر دول كبيره بحال بريطانيا بحال السوق الاوروبيه بحال هذا اللي المنتوجات الغذائيه يعني هذا اش كيعني كيعني دابا اليوم الفلاحه المغربيه وصلت لواحد التحدي انها تنتج وتستمر في الانتاج وبتنوع الانتاج بتكلفه يعني باقل موارد طبيعيه. نعم. واقل كميه المياه ولكن بانتاجيه اكبر وهذا عاوتاني داخل فيه حتى اشراك جميع انواع الفلاحين الفلاحين الكبار والمتوسطين الفلاحين الصغار اساسا. نعم. اللي واكبتهم الدوله واللي استفدوا من برامج كبيره واليوم حتى هما ما بقاوش كيديروا غير ديك الفلاحه المعيشيه ولا حتى هما كيطبخوا هما عندهم. نعم. واحد الفلاحه اللي كتمشي للسوق. نعم. تلقى عندهم لينيتي تريتوراسيون ديال الزيتون وكيفالوريزيو الزيتون وكيديروا لها ديك لومبالاج كنساعدوهم في ديك الشيء وكيبقاو كيبيعوا في الاسواق التجاريه الكبرى كيصدروا. نعم. كتلقى عندهم لي زونيتي دو كونكاساج تلقى عندهم حتى هما الفريكوات ديال التفاح. نعم. درنا يعني الدوله اللي دارت لهم هذا الشيء. نعم. وكيصدروا حتى هما وكيبيعوا في الاسواق يعني ديال المغرب لي مارشي دو غروف هذا يعني حتى الفلاح الصغير دابا هو ولات عنده الانتاجيه ولا كيدير حتى هو التسويق وهذا الشيء كامل
اللي رجع خلانا نوصلوا الحمد لله لهاد لي بيرفورمانس هادو اللي عندنا اجوردي. نعم. ومالغري يعني هاد الازمات المتعدده ديال المناخ ديال كوفيد ديال السوق الدوليه اللي ولا فيها التنافس بزاف. نعم. الغلاء ديال اللوجيستيك تضخم، ولكن حنا الحمد لله الفلاحه ديالنا الغلاف لي ديف. نعم سي مهدي الريفي، الحديث اكيد كان ممكن يكون اطول لان العمل كبير شيق. كنشكرك جزيل الشكر على التوضيحات اللي عطيتينا في اطار فعاليات دورة 16 من المعرض الدولي ديال الفلاحة في مدينة كناكس. نتمنى لك التوفيق انت والفريق ديال العمل اللي كتقوموا بعمل رائع يستحق التنويه، وهذا الشيء هذا ملموس من عند المغاربة كاملة. اشكرك جزيل الشكر. نهاية اللقاء ديالنا اللي كان غني جدا بالمعطيات وغني بالتصورات، ماشي كأفكار وإنما كمشاريع اللي كاينة على أرض الواقع. الحمد لله فلاحتنا بخير وعلى خير، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. نتلقاو بكم في فيديو آخر. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.